والصلاة عليه وأتمه. وإليك تفصيل ذلك. أولا يشرع تلقين الميت لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحببنا في هذه الليلة المباركة أن نتوقف تفصيل الميت التكفير وكذلك الصلاة عليه وسلم. أولا أخوانا قبل أن نبدأ في التفصيل والتكفير وهذه الأمور لدينا أمور قبل الوفاة وأمور عند الوفاة بعد الوفاة، ثلاث مسائل: قبل وعند وبعد. قبل حال المرض، حال المرض يأتي يزور المريض عياده كما يدعوه ويتكرر عليه ويكرر عليه الزيارة، لا يقلق من الله، يذكره بالآخر، ولا بأس أنه أحيانا يذكر له أو يسأل عن الوصية. هل أوصى ماذا عليه من ميت وكذا، دون أن يقلق من رحمة الله من ميت وكذا. طيب، هذا قبل الوفاة من عيادة أو من ذلك. القسم الثاني عند الوفاة، عند الاحتضار يسمى أي يلقى المحتضر لا إله إلا الله دون أن تقول له قل، ويلقى له ثلاث مرات بلطف، فإن تلقى فبها ونعمة، وإلا يترك. تترك دقائق وكذا حتى ارجع، ثم بعد هذا تعين على التلقين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله ولا مسلم وصدق. نعم، لقنوا موتاكم يعني عند الوفاه، يعني من يحتضر، اما بعد الوفاه لا يلقى لا اله الا الله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه رضي الله عنهم يصنع هذا، او قراءه شيء من القران كسوره ياسين مثلا، هذا من البدع. نعم. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. نعم. ثانياً إذا تيقن موته أغمضت عيناه. إذا تيقن موته، كيف نتيقن الوفاة؟ نحن الآن عندنا في العصر الحاضر لابد من حضور الطبيب، والطبيب هو الذي يحدد الوفاة. عندنا علامات نعرف بها الوفاة. أول ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أن الرؤى أن تشخص عيناه لأنها تتبع الضعف الخروجية، انفتاح العينين. ويقول أن المفاصل هذه تجدها كأنها انفلتت، هذه الرجلين تسقط هكذا، يعني تجدها كأنها انفصلت من الكعبين، وكذلك اليدين هنا تجد هذا كأنها مكسورة، لا حركة فيها، كأنها خارج عن الجسم، لأن بالموت يكون هذا. طيب، كذلك يقول عندما يبدأ وقبل أن يصنع أي شيء يغمض عينيه ويشد لحيه بأن يضع مثلا مثل هذا الوتر مثلا أو كذا، يأخذ رباط من الأربطة ويشد لحيه لأنه في الغالب تنفتح لحيه. نعم، قال: إذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه، لقول ورود السنة بذلك. نعم، وأيضا يقال أنه تلين مفاصله. نعم. قال رحمه الله: ثالثا يجب تقصير الميت المسلم. يجب تقصير الميت المسلم خرج بهذا الصلاة والسلام العافية الكافر. نعم. إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة. فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قبل أحد ولم يصلى عليه. لكن يا أخوانا الآن بالنسبة للتغسيل، الآن أنت في حال الحياة، هل تحب أن كل أحد ينظر إليك وأنت تغتسل؟ لا، فلا يحق في تغسيل الميت وتكفينه إلا من يغسل ومعه شخص واحد معه. أما يأتي بعض الأشخاص ويأتي من يصور ويأتي من يتكلم ويأتي من يتفضل ويفتح الباب ويبصر أمام من، لا، حتى أن بعض الفقهاء رحمهم الله يقول الأصل حتى في الضوء أن يكون خافض، لأنه لعل الميت لديه شيء، يعني مثلا وحف أو كذا
شيء في جسد وما أحب أن أريد أحد. ثم هذا الأصل العام والمساعد الأصل فيهم أنهم إذا رأوا شيء يعني من ما لا ينبغي فكره يستر عليه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذا هو المن يغسل ومن يساعد. وسوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يتولى تغسل الميت وكذا يسرع. نعم، صفة غسل الميت أنه تستر عورته. أول شيء نصنع الآن عندنا سرير للتكفين وسرير للتغسيل. عندنا الآن وسائل حديثة ولله الحمد. الوسائل الحديثة التي لدينا الأسرة موجودة الآن عندها مخرطة وأحيانا قطع من الحديد. في القديم كانت لا توجد هذه الأسرة، فيجعل السرير من جهة الرأس مقفول هكذا ومن هنا نازل. لكن على الأسرة هذه الموجودة لا إشكال فيها لأن الماء يمشي فيها أصلا. وحتى أنهم يعني صنعوا الآن يعني بعض الأسرة جاهزة تحمل وترفع مثل هذه الأسرة التي تكون في سيارة الإسعاف، ولها من أسفل مثل الحوض يعني يشمل فيه رحمه الله الأوساخ، ثم بعد هذه الماسورة توضع في مجرى المياه. أيضا عندهم مثل الماء ينزل من فوق رشاش مثل الرشاش رحمه الله الذي في دورة المياه حتى يغسل، وهذا يكون يعني طريقة أسرع لأنهم قد أحيانا اضطروا لأن يغسل أشخاص كثيرين. لكن نحن على نشرح على الطريقة البدائية لأنه قد تضطر لهذا وأنت في مكان ليس هناك أحد، ونريك إن شاء الله حتى لو كنت وحدك كيف تصنع بالميت. نعم، أول شيء لا بد أن تستر، تأتي بسترة. نحن الآن عند هذه السترة عندنا سترتين، سترة الآن نضعها هنا على الميت نغسل فيها، إن حصل فيها شيء من التساقط أو كذا ونزلنا شيء نغيره، ولكن نحتاج إلى تغيير هذه السترة بعد الانتهاء من تغسيل، نغيرها ثم ننقله إلى مكان التكفين. نعم. ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا. الآن أول شيء كأنك أنت الذي تغتسل الآن، بالأمس أخذنا الاغتسال، فماذا تصنع في الغالب قبل الاغتسال؟ إذا كان الذي أكرمه الله بوله واحد تأكل بوله الغالب، لأننا الآن نريد أن نغسل، وإذا أكملنا الاغتسال ونزل شيء معنى هذا انتقض الوضوء لابد أن نعيد. يخرج ما في بطنه، كيف يصنع هذا؟ يصنع هذا برفق، فيأخذ الآن المساعد أو الغاسل خرقة على يده، يلبس مثلا القفازات ويأخذ خرقة على يده، لكن يا إخوان ننجيه بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ ننجيه باليسرى، نعم، تصنع الذي تصنع لنفسك والذي تحب أن يصنع فيك تصنع بهذا الميت. لكن ما تمس لا تقبل ولا تقبل بالنسبة للميت، ولهذا وضعوا لك الآن بعض الخرق، هذه الخرقة حتى ينجي بها، وسوف يأتي معنا يعني كيف يتم التغسيل بعدها. فهذا هذه يلف على يده اليسرى، يلف على يده اليسرى. نحن الآن نضع الماء نعتبر أنه في هذا الإناء نعم. الآن يقول أنه يرفع الرأس لكن بلطف قليلا ويمسح على بطنه، إما بقابل الكف اليسرى هكذا إلى هذا الاتجاه أو بالساعد. نعم، ويغسل الآن يرفع السترة ويدخل لديه أسفل من السترة وأنا أساعد رحمه الله. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها في منجيه بها. ينجيه بها، نعم، ويكثر من صب الماء
يمسح بنا أجسامنا على الرجل. رحم الله ثم يغسل رأسه ولحيته بماء سدر أو نحوه. عندنا الآن السدر والكافور، الكافور هذا يكون في آخر غسل. هذا السدر ورد من شجر السدر يدق ويطيب. نخلطه الآن بالماء، يخلط بالماء، تخرج له الرطب. الرطبة هذه تكون للشعر، سواء شعر اللحية أو شعر الرأس، الرطبة التي فوق والتي أسفل تسبب الجسد كامل. بعض من يغسل حتى بالرطبة وبما هو أسفل من الرطبة، ويقول أن هذه الحبيبات ورق الشجر يعلق هنا، لكن مع السدر بإذن الله يخرج كل شيء. نعم. ثم يغسل الشقة بالأيمن. يعني الآن يبدأ بالوضوء أول الصلاة، كل تمضمض ثم ينظف الأنف ووضع الأنف الركن الأخرى وبيض الركن الأول. طيب، الآن يغسل الوجه، يغسل له الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم الرأس، ثم الرجلين، الآن تمضمض. هذا في المرة الأولى، نعم. ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية. يغسل الشقة الأيمن كاملة ثم الشقة الأيسر، نعم. يمر في كل مرة يمر. الآن هذا اغتسل كامل. صنعنا له هذه الروائح الآن. الآن مرة أخرى نمر على بطنه ونرفع الرأس قليلا، نعم. ويصب الماء وينجيه مرة أخرى. إذا معنى هذا أن انتقض الأولى. هذه المرة يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه. إذا استمر هذا النزول ماذا يصنع؟ يقول يضع شيء من البطن حتى يسد المحل، أو شيء من الوسائل الطبية حتى يغسل، في الغالب يعني هذا لا يفعل. نعم. فإن لم يستمسك فبطين الفرد. نعم. أو بوسائل الطب الحديثة كاللصق ونحوه. نعم. ويعيد وضوءه. يعيد وضوءه لأنه بهذا يكون قد انتقى وضوءه. نعم. وإن لم يلقى بثلاث زيد إلى خمس. أقل يغسل بالبين ثلاث غسلات. قلنا الأولى فيها ستر والثانية بالماء، واجعل دائما الأخيرة بالكافور. نعم. أو إلى سبع ثم ينشقه بثوب. طبعا الآن عندما يغسل الشقة الأيمن يرفع البيت من عن حتى يغسل من الأسفل. إذا كان هو يعني يغسل وحده فماذا يصنع؟ يضع يده هكذا إذا أراد من هذه الجهة ويدخل يده هكذا ويرفع بهذه الطريقة، يستطيع بإذن الله أن يرفع البيت وحده. نعم. وأحيانا حتى يسفل خروج ما في بطنه، البعض ينفع الرجل اليسرى، وعلى هذا يعني قد جاء في حديث وهو لا يصح ان حاق والحال اتكع على رجله اليسرى. نعم. ويجعل الطيب في ملابنه. خلاص الان انتهى من الاغتسال. المره الاولى قلنا وضع فيها ستر، المره الثانيه بالماء. الان اذا انقطع الخارج ياتي بالمره الثالثه يضع فيها الماء مع الكافور. ميزة هذا الكافور أولا ذو رائحة طيبة، الثاني يطرد الهواء يعني بعض الحشرات وكذا، الثالث أنه يشد الجسد. وقلنا يساعد أحيانا حتى في إزالة ما بقي على الجسم من السدر وما إلى ذلك. نعم. فيضع في الغسلة الأخيرة الكافور، ثم بعد هذا يأخذ مثلا إما من هذه الخيرة أو تكون لديه منشفة ينشف. والآن هذه السفرة الموجودة عندنا قد أصابها شيء من النجاسة، ففي الغسلة الأخيرة تغير. نعم. قال رحمه الله: ويجعل الطيب في ملابنه ومواضع سروره، وإن طيبه كله كان حسنا. بعد أن ينشف يرفع إلى السرير الثاني. السرير الثاني هذا قبل أن نضع الميت على السرير
يرفع من السرير الذي أرسلنا فيه إلى السرير الثاني في الوسائل الحديثة الآن عنده في المراسل هذه الحديثة في لديه مثل الونش فيضع قطعة من حديد من أسفل من هنا ومن هنا ويرفع يعني الآن هذه الوسائل وحدك تصنع كل شيء تجهز الميت نعم فالسترة الآن ما زالت عليها السترة رقم الثاني التي يعني وضعناها ولا تجمر الأكفان لماذا؟ لأنه محرم ويقع
الصلاة على الميت الآن توضع في جنائز في هذا
شاه الإمام وترك تكبيرة من التكبيرات وصار باطل. فماذا تصنع أنت مأمون وكبر ثلاث تكبيرات؟ تسبح له. جاء الرابعة الحمد لله. إن لم يأتي ماذا تصنع؟ تكبر الرابعة ثم بعد هذا تسلم. ويستحب له أي للإمام أن يزيد سبع تكبيرات أو خمس تكبيرات أو تسع تكبيرات. الحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته التشهد. نعم. ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحكينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته من نفحه على الاسلام ومن توفيته من نفحه توفق على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم فزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واكرم دار خير من داره واهل خير من اهله وادخله الجنه واعده من عذاب القبر وعذاب المال وافسح له في قبره ولو له فيه. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعه ويسلم تسليمه واحده عن يمينه او تسليمتين. نعم. ويستحب ان يرفع يديه مع كل تكبيره. واذا كان ميت امراه يقال اللهم اغفر لها الى اخره. هذا ليس من تغيير الدعاء. نعم. اللهم اغفر له اللهم اغفر له. نعم. واذا كانت الجنازه اثنتين يقال اللهم اغفر لهما وبالدمع ان كانت اكثر. اما اذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفره اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. نعم. وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة. نعم. وإن كان معهم أطفال ثم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة. كما نكون هنا في الصلاة بالعكس هنا جهة القبلة. يعني مما يلي الإمام الرجال ثم الأطفال ثم النساء وهنا مما يلي الإمام الرجل ثم الطفل ثم المرأة. نعم. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل وسط رأس الرجل مع رأس الصبي لأنه رجل مثل ثم المرأة تكون في الوسط يعني رأس هذا الرجل وهذا الغلام مقابل لوسط المرأة. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال ووسط المرأة حيال رأس الرجل. وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. قال رحمه الله ثامنا صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن. هذا الذي ذكره يعني يوضع شيء من التراب على جنبه الأيمن. نعم. وتحل على جنبه الأيسر حتى يكون على الأيمن. نعم. وتحل اللقب والكفن. تحل الأرض. نعم. ولا تنزع بل تطاك ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. ثم يصب عليه اللبن ويطيب حتى يثبت ويقيه التراب فإن لم يتيسر يطيب يعني طيب يقول تعالى هنا كشف الوجه والشيخ رحمه الله نبه على هذا بعد هذا الآن انتهينا الآن فماذا نصنع فوق البطن؟ هل نضع شيء من الجريد الأخضر؟ هذا فيه سوء ظن بالميت
ثم يهاب عليه التراب. نعم، يقال ليس عليه، يقال على هذا الحاجز الذي هو موجود. نعم. قال رحمه الله: ويستحب ان يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله. وذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يرى ان زياره النساء في القبور من كبائر الذنوب. نعم. ويرفع القبر قدر شبر. قدر شبر هذا الارتفاع. نعم. ويوضع عليه حصباء ان تيسر ذلك ويرش بالماء. قد يتبرع بعض الناس بالطعام، لكن يتبرع بالطعام
النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرج الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار.